ever tried, ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. The world is yours. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب، اهلا وسهلا بكم بالمحاضرة الرابعة من محاضرات الفصل الاول. طلابنا، وصلنا وياكم المن للسيتوبلازم. بالمحاضرة السابقة اخذنا احنا ايش قلنا؟ قلنا الخلية فيها ثلاث مكونات اساسية، انتبه عليه، اللي هو شنو؟ احنا سميناها الاغشية. الاغشية بيها اليف وبيها باء، اللي هو شنو؟ الجدار الخلوي اللي فقط بالنباتية، والغشاء البلازمي. هاي بالمحاضرة السابقة، صح لو لا؟ اليوم احنا عندنا المكون الثاني اللي هو السايتو بلازم، وعندي انا المكون الثالث النواة. اذا منطقة، اذا منطقة نووية، اذا هي شنو؟ خلية بدائية. انتبه علي طلاب، السايتو بلازم انا ايش عندي بي؟ عندي بي سميه مكونات حية ومكونات غير حية. اول شيء خلي اعرف السيتوبلازم شنو هو. هاي الخلية، تبع عليه، ارسم لك اياها بهذا اللون. شوف الخلية شنو هو؟ بها ثلاث مكونات اساسية، اللي هو شنو؟ غشاء بلازمي، صح لو لا؟ وعندي النواة. هاي خلي نلونها النواة باللون الاخضر حتى شنو يصير الرسم. هاي النواة، صح لو لا؟ وهاي الطوبة البيضة اللي هي شنو؟ النواية. هذا الابيض اللي هنا شنو اللي عندي؟ خلي اسد القلم ليخلص الخبر مالته. هذا عندي نسميه السيتوبلازم. السايتو بلازم، شنو هذا؟ سايتو بلازم باب. هسه اذا اريد اقول السايتو بلازم هنا، شوف هسه مو هذا سايتو بلازم، اقدر اقول عليه، تبع عليه، جزء الخلية. الخلية، جزء الخلية، جزء الخلية الذي يقع وين؟ بين النواة والغشاء البلازمي. تعال تعال وياي، هذا السيتوبلازم المادة البيضة. انتبه وياي، يقول جزء الخلية الذي يقع بين الغشاء البلازمي هذا وبين النواة، صح ولا لا؟ استاذ صحيح. زين، يقول ايش بيه؟ ويتركب، او عفوا، من يتركب ويشكل، يقول ويشكل الماء نسبة ايش قد؟ 80% من شنو؟ مكوناته، صح لو لا؟ صحيح بالضبط. هاي البيضة هسه قدامك، بيضة عين، هذا الغلاف الغشاء الخفيف مو القشر، وهذا الصفار. انا ما لي علاقة بالصفار، جاي احكي عليه من على البياض. هذا البياض بيه مكونات هسه ويقع بين الصفار وبين الغشاء، صح لو لا؟ البياض مات البيضة. فهنا أنا هذا بيه مكونات، يقول يشكل الماء نسبة ايش قد؟ تبع عليه باولي، يقول نسبة 80% من مكوناته. زين، و 15% شنو؟ بروتينات. زين، 80 و 15 95، بقت 5، و 5% شنو؟ شحوم وسكريات واملاح متنوعة. ماشي استاذ؟ ماشي. زين استاذ، هنا ما دام هو انا عندي الماء، يقول الماء، هو الماء احنا شنو رمزه؟ H2O، صح لو لا؟ اذا تبي تركيب كيميائي، بي البروتينات تعتبر تركيب كيميائي، وهاي الشحوم
تركيب كيميائي. زين استاذ اذا جاب لي سؤال خلني كتبه سؤال بالاحمر، انتبه عليه. سؤال، يلا سؤال وزاري، سجل يمك. ما التركيب الكيميائي المن للسايتو بلازم؟ شنو تركيب الكيميائي؟ شو تقول؟ تقول بعد جواب كتبه بالاسود 80% ماء و 15% بروتينات و 5% شنو شحوم وسكريات واملاح متنوعه. تخيل نفسك انت بالمطبخ، شحوم الدهن والسكريات الشكر والاملاح المتنوعه اللي هو اللي موجوده عندك. فهذا التركيب الكيميائي المن للسايتوبلازم، تمام. بس السايتوبلازم شو يقول؟ يقول يحتوي على مكونات حيه تباوع. انا اريدك هنا هسه عرفت السايتوبلازم شنو؟ جزء الخليه. شوف تعريفه شلون راح اعرفه. جزء الخليه يعني جزء من الخليه الذي يقع بين الغشاء البلازمي والنواة، او تقدر تقول بين النواة والغشاء البلازمي، صح ولا لا؟ ويشكل الماء، يشكل الماء زين، يعني هو تركيب معقد، ماده معقده. يشكل الماء نسبه ايش قد؟ 80% من مكوناته، و15 يعني ب 80% شنو ماء، وب 15% بروتينات صار 95، والهاي ال 5% شنو شحوم سكريات املاح متنوعة. خوش حكي. بس شو يقول؟ انتبهوا وياي. يعني يقول ويحتوي السيتوبلازم على شنو؟ فراغ وفراغ، اللي هو شنو؟ مكونات حية ومكونات غير حية. زين هنا يقول شنو يسميها؟ التراكيب خلوية. شو تمثل؟ تمثل مكونات حية. وين؟ في الخلية. زين ومكونات غير حية يقول تنشأ من نشاط العضيات الحية. استاذ انا ما جاي افتهم، هسه انت قلت سايتوبلازم بيه مكونات حية ومكونات غير حية. بعض المكونات الحية احنا ايش قاعد عندي؟ 7. انا هسه راح امسح لك اياها حتى اعلمك وحدة وحدة. خلي امسح الصبورة على مود ابسط لك اياها. عوفنا من المكونات الحية والغير حية. شوف المكونات الحية طلاب حتى تعرفها، تعرفها لازم هسه امسحها. المكونات الحية عندي باوع، ايش بيها؟ بيها اولا تبدي من الشبكة البلازمية، هي هاي اليوم ناخذها الداخلية، هاي مكونات حية. ناخذ الثانية اللي هو جهاز كولجي. 3 الميتوكوندريا. 4 الجسيمات الحالة. 5 البلاستيدات، هاي فقط بالنباتية. زين 6 اللي راح ناخذ احنا هنا الجسيمات الحالة، اخذناها الهيكل الخلية. 7 الجسيم الحركي. 8 الفجوات. ذني كلهن شنو؟ تراكيب حية. وين موجودة؟ موجودة بالسيتوبلازم. ذني راح يشتغلن، راح يشتغلن، يعملن، يشتغلن، يشتغلن. شكون اللي كون اللي مكونات حية؟ مثلا الميتوكوندريا تحرر اي تي بي، هاي اي تي بي جزيئات الطاقة تعتبر مكونات غير حية، بس من تنشأ؟ من نشاط العضيات الحية. مثلا جهاز كولجي شبكة بلازمية بيقلن عليها رايبوسومات تكون مثلا بروتينات، هاي البروتينات مكونات غير حية، من تنشأ؟ من نشاط العضيات الحية. والجسيمات الحالة بها انزيمات والى اخره. اذا كلهم يعتبر مكونات غير حية، تنشأ من نشاط العضيات الحية. زين المكونات الغير حية انا عندي 5 نقاط بنهاية ورمى ناخذ ذني، بعدين ناخذ مكونات الغير حية، يعني رادنا في 6 محاضرات بعد او 5 محاضرات يلا نوصلها. مثلا عندي يقول البروتينات، 2 الكلايكوجين، 3 الصبغات، 4 الحبيبات،
الإفرازية العصبية، المهم إلى آخره. ذن كلهم شنو؟ مكونات غير حية، فتنشأ من نشاط العضيات الحية. صار واضح طلاب؟ هذا هو السيتوبلازم. خلنا أرجع لك على التعريف مالته. يقول السيتوبلازم جزء الخلية، شنو جزء الخلية؟ الذي يقع بين النواة والغشاء البلازمي ويشكل الماء. تركيبه كيميائي 80% من مكوناته و15% شنو؟ بروتينات و5% شحوم وسكريات واملاح متنوعه. وهو ماده معقده قلناها احنا، هذا نعتبره تركيبه الكيميائي. زين، ومن ضمنه شنو نقول؟ يقول ويحتوي السيتوبلازم على مكونات حيه او عضيات خلويه تمثل تراكيب الحيه، ومكونات غير حيه تنشا من نشاط العضيات الحيه. سهله لو صعبه؟ سهله. خلينا نمسح السبوره ونرجع ناخذ ويانا اول عضيه اللي هي شنو؟ الشبكة البلازمية الداخلية. ما عندي شيء، محاضرتي بسيطة، بسرعة تخلص إن شاء الله اليوم حتى ما أطول عليك. رجعنا وياكم طلاب ورا ما مسحنا صبور. هسه ناخذ أول عضية موجودة بالسيتوبلازم اللي هي منو؟ الشبكة البلازمية الداخلية. اسمع، الشبكة البلازمية شنو؟ الداخلية. انتبه عليه، خلي تعال لي شوي اللي جاي. بابا افر لك الخليه، راح شوي ارسمها على شكل كبير. خليه ايش بيها؟ بيها نواه، صح لو لا؟ اليوم راح كل عضيه اخذها ارسمها هنا عند الشبكه البلازميه الداخليه. هيك ترسمها، تمام. وهاي هم نفس الحاله، هاي الشبكه البلازميه الداخلي. شوف هسه عفنا من هذا الرسم، نتوقف من عنده ونروح نرجع هنا. يقول الشبكة البلازمية الداخلية، هاي احنا اليوم محاضرتنا شنو الشبكة البلازمية الداخلية. يقول نظام شبكي شنو؟ مترابط. استاذ شنو نظام شبكه مترابط؟ شنو يعني شبكه مترابطه؟ بس من بين من وبين من؟ من نبيبات وحويصلات. تعال 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 هنا بابا. شبكه بلازميه دائما انا شو امثلها؟ امثلها منطقه، منطقه. او خلي اسولف لكم هاي السالفه. فديوم من الايام اشتريت القطعة هاي اللي بنيت بها البيت، كانت المنطقة ما مبلطة، خوش حكي، كانت ما مبلطة. أول ما اجوي قالوا يابا راح يمدون شبكة. شبكة، هاي الشبكة شنو؟ تتكون من بواري، شبكة مال مي، تتكون من بواري، هاي هنا أقول عليها بواري، زين، خلوا لنا المنطقة كلها بواري، خوش حكي. بعدين ربطوها هاي البوار بمن؟ بخزانات كبار، راح نسميها تانكيات. زين، هاي تانكيات. فصار عندي شنو؟ هاي سمينا عليها شبكة شنو؟ إسالة، مي مال إسالة. أنا الخلية هم طلعت لها مهندس الخلية، تبع علي، طلعت لها شنو؟ طلعت لها مهندس، قلت له يابا انا عندي هاي خليه اعتبرها منطقه جديده، اسس لي لها شنو؟ بواري. بس هو قال انا ما اقدر اسميها بواري ولا اقدر اسميها شبكه اساله، قال راح اسميها شبكه بلازميه داخليه. نظام شبكي باعتبارها ما دامها شبكه نقول نظام شبكي مترابط. من يصير اقول يا استاذ من بوار وتانكيات؟ لا حبيبي، راح شو اقول؟ البواري اطلق عليها تسميه نبيبات، والتانكيات حويصلات. فالشبكه البلازميه الداخليه نظام شبكي مترابط من نبيبات وحويصلات، هذا نبيبات وهاي حويصلات. خوش حكي. وين موقعها؟ شو يقول؟ يقول ترتبط، شوف، ترتبط بالغشاء البلازمي او بالغلاف النووي باوع، حتى يكون دقيق، بالغلاف النووي باوع. وين ترتبط؟ هنا باوع، هذا مو غلاف نووي، هذا غلاف نووي.
وهذا عندي غشاء بلازمي. زين يقول ترتبط بالغلاف النووي من جهة وبالغشاء البلازمي من جهة أخرى في مناطق معينة، إلها مناطق معينة. يعني ترتبط بالغشاء النووي بمناطق معينة والغشاء البلازمي من في مناطق معينة، يعني الربط مالتها مو عشوائي عكس جهاز كولجي اللي إحنا ما نعرف حدوده. بعدين نأخذ جهاز كولجي. زين فهنا نظام شبكة مترابط مين من نبيبات وحويصلات. راح شكل خلينا نسوي على شكل ملاحظات. موقعها وين ترتبط بين من وبين من؟ بين الغشاء النووي بمواقع معينة والغشاء البلازمي شنو في مواقع اخرى او من جهة اخرى. نفس الشيء عادي، شو ما تعبر عنها عبر. هذا شو اقول عليها؟ هاي اذا اراد موقع الشبكة البلازمية الداخلية، قال لك بس الداخلية، موقع الشبكة البلازمية. خوش حكي. اذا قال بس الشبكة البلازمية، وظيفة الشبكة البلازمية شنو وظيفتها؟ تتمثل بمواضع. شنو هاي المواضع؟ اول شيء نقول بناء البروتين والدهون والكربوهيدرات. يجيك سؤال وزاري، انتبه عليه. سؤال: ما موقع ووظيفة الشبكة البلازمية الداخلية؟ هذا الموقع اللي تمثل شنو؟ مواقع يعني ترتبط بالغشاء البلازمي مواقع معينة والغشاء البلازمي في مواقع أخرى. زين بالغشاء النووي والغشاء البلازمي ترتبط، وظيفتها شنو؟ بناء البروتين والدهون والكربوهيدرات، يعني مواضع لبناء البروتين والدهون والكربوهيدرات. هنا انتبه لي على كلمة شنو؟ مواضع، يعني هي ما تبني البروتين بس هي موضع لبناء البروتين. صار واضح؟ زين يقول هذا بالنسبة إذا قال الداخلية بس. يقول وتقسم الشبكة انتبه لي على هاي الكلمة. يقول وتقسم الشبكة البلازمية الداخلية إلى فراغ وفراغ. انتبه عليه. شو نقول؟ شبكة بلازمية داخلية خشنة وشبكة بلازمية داخلية ملساء. صار واضح طلاب؟ فهاي شبكة بلازمية تقسم إلى فراغ وفراغ، بها نوعين. احنا باوع تعال هنا على الرسم، شوف عندي شبكة بلازمية، راح هاي اقول عليها؟ اقول عليها خشنة. زين وهاي راح اقول عليها ملساء. زين استاذ شنو الفرق بين الخشنة والملساء؟ الخشنة على سطوح نبيباتها ايش موجود؟ الرايبوسومات. هاي على سطوح نبيباتها الرايبوسومات، انتبه عليه. يعني شنو؟ يعني هاي مو شبكة، شبكة مال إسالة موجودة على البواري الرايبوسومات، ما موجودة على الحويصلات. فنقول شبكة بلازمية الداخلية الخشنة تتمثل أو تحتوي سطوح نبيباتها على من؟ على الرايبوسومات. الرايبوسومات تتذكر، أرجع عيد لعيد للمحاضرة الثانية، يقول لك ما موقع وظيفة الرايبوسومات. الموقع الأول قلت لكم بها موقعين، موقع بالسيتوبلازم الخلية البدائية، والموقع الثاني قلت لكم عوفوه بعدين، صح لو أنا غلطان؟ صحيح. فالموقع الثاني على سطوح الشبكة البلازمية الداخلية من هو؟ الخشنة. زين وإلها وظيفة واحدة اللي هي بناء البروتين بالنسبة للرايبوسومات. هسه خلي ناخذ الشبكة البلازمية الداخلية خشنة وحدها. زين الملساء وحدها، خلي امسح الصبورة. هسه رجعنا وياكم طلاب بعد ما خططنا الصبورة، وقلت لكم انا شبكة بلازمية عندي بها داخلية خشنة وشبكة بلازمية داخلية الملساء. هسه نجي نسولف على هاي الخشنة شنو، خشنة شنو، خشنة شنو، الملساء شنو. عاد السحق احنا نبقيه
عندي اللي هو شنو هسه هنا ونسويه على شكل مقارنة. انتبه عليه، شبكة بلازمية داخلية منو؟ خشنة. تمام، هنا هاي سوي ذن الكلاوات زين، وعندي شبكة بلازمية داخلية ملساء، شبكة بلازمية داخلية ملساء. نرجع على هاي الكلاوات، هم نسوي شوف، يقول الشبكة البلازمية، ارجع شوي، نظام شبكة مترابط من النبيبات والحويصلات، موقعها ترتبط بين غشاء النووي بمواقع معينة والغشاء البلازمي في مواقع اخرى، تتمثل هذا الموقع مالتها وظيفتها بناء البروتين دهون والكربوهيدرات. مواقع يعني يجيك سؤال ما موقع وظيفة الشبكة البلازمية، ده نجاوبهن. يقول وتقسم الشبكة البلازمية الداخلية الى شبكة بلازمية داخلية خشنة وشبكة بلازمية شنو ملساء. نجي شبكة بلازمية الداخلية الخشنة، يقول على شكل نقاط شنو تمتاز شنو باحتواء سطوح نبيباتها شنو على الرايبوسومات. زين، هسه شنو سطوح نبيباتها على الرايبوسومات؟ ليش سميتها خشنة؟ احتواء سطوح نبيباتها على الرايبوسومات، فعدي تعليل، انتبه لي، علل. يطلق على الشبكة البلازمية الداخلية شنو؟ بالخشنة. شوف الجواب راح يكون مالتك، الجواب خلينا نكتبه بالأخضر، تقول لاحتواء سطوح نبيباتها على اليمن على الرايبوسومات. انا عندي قاعدة ثابتة، اللي هي شوف، وين ما اشوف البروتين، الرايبوسومات اقول بناء البروتين. فاول وظيفة هنا وظائف، النقطة الثانية يقول وتمثل شنو موقع لبناء البروتين، تمثل موقع شنو لبناء البروتين. باوع لي هنا، عفني من هاي، خلي نكتب بعد هاي وظيفة واحد أليف والباء، شنو تعمل على نقل المواد وبشكل خاص الى شنو جهاز كولجي. تمام، جيم، هسه تعمل على نقل المواد بشكل خاص الى جهاز كولجي، وتعمل كشبكة هيكلية المن للمادة البينية من هو السايتو لازمية. باوع لي، خلي ارسم هنا وبعدين امسحها. هاي الخلية وهاي النواة، عندي نوعين من الشبكة بلازمية الداخلية، صح لو لا؟ وحدة عليها رايبوسومات زين، سميتها خشنة، هاي منها خشنة هاي، وهاي الملساء. خوش حكي. فالخشنة ما دام عليها رايبوسومات، فليش هي اول شيء خشنة؟ تقول عليها رايبوسومات زين. ليش تقوم ببناء البروتين، تمثل مواضع لبناء البروتين؟ لان عليها الرايبوسومات، والرايبوسومات مسؤولة عن بناء البروتين. فدير بالك اذا جاب لك سؤال حدد المسؤول عن بناء البروتين شنو هو؟ شبكة بلازمية داخلية خشنة؟ خطأ، نقول الرايبوسومات، وراح اثبت لك الرايبوسومات. الدليل الشبكة البلازمية الداخلية ما بها رايبوسومات ما تقدر تمثل مواضع لبناء البروتين، صح ولا لا؟ لان هو قال لي من البداية تمثل مواضع لبناء موضع، يعني مو هي تصنع بس هي موضع، موقع شلون قاع وتسوي بها مصنع لبناء البروتين والدهون والكربوهيدرات. صار واضح طلاب؟ زين استاذ شنو تعمل كشبكة هيكلية للمادة البينية؟ تخيل
لازمت لي السيتوبلازم. هسه احنا اليوم اذا تريد تاسس البيت تاسسه بالبواري، من تبني هيكل صح ولا لا؟ من تريد تاسسه بواري تعتبر هاي البواري من ضمن كهيكل هيكل البيت؟ اي استاذي ممكن اعتبره من ضمن الهيكل صح ولا لا؟ فهاي اذا اشيلها احتمال راح تنجعص الخليه فرضا. انا نجحت هيك مو شيء علمي بس هيك يعني بيني وبين نفسي، فنقول تعمل كشبكه هيكليه للماده البنيه السيتوبلازمي. باو نقطه اليف العفو باء وجيم مشتركه هنا، باء وجيم تنزل تعال هسه انا مساحه وقعت انتبه لي. ناخذ هسه شنو الشبكه البلازميه الداخليه الملساء، الشبكه البلازميه الداخليه الملساء شنو لا تحتوي سطوح نبيباتها على الرايبوسومات. هسه اذا ما عليها رايبوسومات اقدر اقول تمثل بناء مواضع بناء البروتين؟ لا استاذ. زين زين شنو الوظيفه مالتها؟ باو راح اخذ الوظيفه اللي هي شنو تعمل على نقل المواد وبشكل خاص الى جهاز وتكمل كولجي. زين هاي اليف. باء شوف شنو وهم نفس الحاله تعمل كشبكه هيكليه المن للماده البينيه السايتو لازميه. راح اطلع على الحائط تمام. اوكي استاذ بها امور مهمه. هذا هنا اريدك بعدين هسه ارجع لك هنا على الرايبوسومات. عندي شي يقول انتبه لي راح اكتبها بالازرق. شوف هاي الوظيفه جديده جيم تعمل على ازاله التاثير السمي لبعض. شوف جا اكتبها على كيف السموم والادويه شنو المخدرة. شلون يعني؟ اليوم انت رايح تسوي سنك تريد تخليه حشوة يضربونك بنج صح ولا لا؟ البنج راح يأثر فترة نقول في ساعتين ثلاثة وراها راح يفك البنج. تعرف انت هذا البنج من ضربه وين راح؟ راح على النسيج تمام؟ ومن النسيج توزع على الخلايا اوكي؟ فالخلية خدرت ورا فترة راح يعني ينزال هذا الخدر من الخلية. من المسؤول عن ازالة الأدوية المخدرة يعني عن هذا الخدر اللي صار هنا بحلقك؟ من المسؤول؟ تقول الشبكة البلازمية الداخلية الملساء. زين انت وقاعد هسه اغلب الطلاب المتابعين من المحافظات والمناطق اللي احنا يعني حتى هي ببغداد موجودة المناطق الترابية اكو عقارب صح لو لا؟ انت قاعد وقرصتك عقرب، هاي من قرصتك مثلا هنا العقرب تسممت الخلايا مالتك لو لا؟ اي سمم النسيج وبعدين الخلايا. زين من المسؤول عن ازالة التأثير السمي؟ شوف ازالة التأثير السمي لبعض السموم والادوية المخدرة. تقول شبكة بلازمية الداخلية الملساء. فهنا يجيب لك سؤال حدد المسؤول شوف عن ازالة تأثير السمي بعض السموم والأدوية من هو المخدرة. بحشوف الجواب مالتك بسيط بس ايش تكتب؟ الشبكة بلازمية الداخلية من هو الملساء. زين وش يقول؟ يقول وهي هاي النقطة خلينا نسويها رقم 3 وهي تكثر في خلايا المبايض والخصى والغدتان الكظريتان. شو تسوي شبكة بلازمية داخلية بالخصى والمبايض والخزتان شنو؟ الخلايا المبايض والخصى والغدتان كظريتان شو تسوي بيها؟ شو تسوي؟ انت فتهم هي شو تسوي هنا؟ يلا جاوبني. تقول استاذ تقوم حيث
تقوم شنو بإفراز الهرمونات، هاي الهرمونات الستروويدية، الستروويدية. حدد المسؤول عن إفراز الهرمونات الستروويدية، من هو شبكة بلازمية الداخلية. أين تكثر الشبكة بلازمية الداخلية؟ سؤال، أين تكثر الشبكة بلازمية الداخلية؟ الملساء. تقول لي تكثر في خلايا المبايض والخصى والغدتان كظريتان. ومن المسؤول عن إفراز الهرمونات الستروويدية؟ تقول لي شبكة بلازمية الداخلية الملساء. زين سؤال طلاب، إذا أجيب لك ماذا ينتج لخلية تعرضت إلى أدوية مخدرة، تمام؟ تعرضت إلى أدوية مخدرة ولا تحتوي على شبكة بلازمية داخلية ملساء. هذا هسه مو جابوا لنا هسه بال21 بال22 عفوا ماذا ينتج؟ فهذا هسه بعد صيغة واردة. يقول لك ماذا ينتج؟ خلي اكتبه هنا سؤال. هنا اكتب لك اياه او خلي اكتب لك اياه هنا بهذا المربع. ماذا ينتج مثلا لخلية فاقدة الشبكة بلازمية الداخلية الملساء؟ يقول يابا خلية فقدت الشبكة بلازمية الداخلية الملساء وتعرضت لأدوية مخدرة. يقول لك يابا شبكة ما بيها، خلية ما بيها شبكة بلازمية داخلية ملساء. انتبه عليه، خلية ما بيها شنو؟ شبكة بلازمية داخلية ملساء، وتعرضت لأدوية مخدرة أو سموم. راح تقول لا يمكن، شوف لا يمكن إزالة التأثير المن للأدوية المخدرة، أو إذا قال هنا تعرضت مثلا للسموم، بعض السموم. تقول لا يمكن إزالة تأثير السموم المن لبعض السموم والأدوية المخدرة. صار واضح هذا ماذا ينتج؟ بعد راح كل محاضرة يقوم يعني إذا أدي فد شيء يصير بي فصيغة ماذا ينتج أكتب لك إياه. تمام طلاب؟ تمام. فهنا نرجع زين أستاذ، إذا قال عرف لي شبكة بلازمية داخلية شلون أعرفها؟ تمتاز باحتواء سطوح نبيبات على ريبوسومات؟ لا، تجي شلون تعرفها؟ تقول نظام شبكة مترابط من النبيبات والحويصلات. نفس الحالة، نظام شبكة مترابط من النبيبات والحويصلات. خوش حكي. ترتبط بالغشاء النووي من جهة والغشاء البلازمي من جهة أخرى، طبعا مواقع معينة من جهة منها. تجي الوظائف مالتها ما تذكر لي ما شبكة بلازمية الداخلية، لا تحكي لي ما شبكة بلازمية الداخلية الخشنة. أوكي زين، إذا قال لك عرف شبكة بلازمية الداخلية الملساء، نفس الحالة تقول نظام شبكة مترابط من النبيبات والحويصلات وتكمل. بس يا وظائف تقول لا تحتوي سطوح نبيباتها على الريبوسومات وتعمل على هالوظائف مالتها تذكرها. صار واضح؟ سهلة لو صعبة؟ سهلة. هسه أرجع عليها من أريد، أرجع لك على تعريف الريبوسومات. انتبه عليه، عرف هنا نكتبها، عرف الرايبوسومات. هذا التعريف الرسمي بعد للرايبوسومات، عرف الرايبوسومات. شوف شو يقول، حبيبات خشنة، حبيبات، خلي اكتبها بالاسود ساليش باللون هذا الاسود شوي واضح بالتصوير، حبيبات خشنة توجد وين؟ موقعين قلت لك، في سيتوبلازم، يا بلازم خلايا بدائية النواة، صح ولا لا؟ وعلى سطوح الشبكة البلازمية الداخلية، يا داخلية الخشنة. تمام زين، وتقوم ببناء أو مسؤولة عن بناء شنو؟ البروتين. هذا تعريفه، لازم بالتعريف الحقيقي تذكر لي موقع أول وموقع الثاني والوظيفة الوحدة. صار واضح زين، هاي عرفنا من عدها. يقول لك الشبكة بلازمية الداخلية الملساء، تعليل بعد ما عندي مجال اكتب لك اياها، ما تقدر تبني بروتين. ليش؟ لان قل يابا ما تحتوي على رايبوسومات.
الشبكه البلازميه الداخليه الخشنه باستطاعتها بناء البروتين. ليش؟ لاحتوائها على الرايبوسومات. بس انتبه عليه، هي مو تبني البروتين، لا هي تمثل مواضع، يعني قاع ارض تشتري لك تبني بها جملون، سويت لك بها مصنع، صح لو لا؟ فهنا هي مو الارض تبني، لا الارض تمثل مواضع علما للمصنع لبناء البروتين. تمام، فخلصت محاضرتي وياكم، والتقيكم ان شاء الله بالمحاضره القادمه، وفي امان الله وحفظه.